أقيم بقصر الأمير طاز ندوة بعنوان ماذا بعد مرور عام على الثورة؟ شارك فيها كل من دكتور صفوة العالم، دكتور حسن نفعة، وكانت تدير الندوة الكاتبة سوسن الدويك. احنا محتاجين نقيم مصر بعد ثورة 25 يناير من خلال كل الزوايا السياسية والتشريعية وطبيعة النظام السياسي والنظام الإعلامي ومصر اقتصاديا وكل المتغيرات، لأن المفروض الثورة تغير أداء وإيقاع المجتمع إلى الأفضل وتشعر الوطن والمواطن بأن هناك تغير وتغير إيجابي ولا يقتصر على المجال السياسي فقط، بل يمتد إلى كافة مجريات الحياة. وأيضا أن نتعلم من هذه الثورة دروس مهمة، أعتقد أولها نحن في حاجة إلى تدعيم السلوكيات الإيجابية. احنا النهاردة عندنا ندوة بعنوان ماذا بعد مرور عام على 25 يناير. احنا بنتكلم على أكتر من محور، على المحور السياسي والدستوري والاقتصادي والإعلام والمجتمع المدني. بنشوفهم يعني ايه اللي حصل عبر سنة، يعني أملنا وأحلامنا اللي كنا مستنيينها بعد الثورة، ماذا حدث؟ يعني الحصاد اللي تم بعد مرور هذا العام يعني علينا، واحنا طبعا أحلامنا كانت تصل للسماء كلنا، لدرجة الناس كانت افتكرت ان لما يرجعوا فلوس مبارك كل واحد ياخد حبة، يعني فاهمة؟ يعني كانت المسائل وصلت لمنتهى التفاؤل، وان احنا نزلنا يعني حطمنا نظام بائد وقعد 30 سنة على قلوبنا واحنا نقدر نعمل اي حاجة. فجأة يا دوبك مر يعني بضعة ايام شهور بسيطة، اكتشفنا ان مش كل حاجة على ما يرام او مش زي ما احنا كنا بنتمنى. Thank you.